اتمنى التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله، يسعدوا ملايين الاهلاويه اللي في انتظار التتويج بالنجم ال11 في تاريخ النادي الاهلي. والنهارده ايه؟ النهارده يوم البروفا، لحظه بلحظه تفاصيل المران الاخير، حاله لاعبتنا، وطبعا رؤيه على نقاط القوه في الفرقتين ومشوارهم في دوري الابطال وفرصهم والسيناريو الامثل من وجهه نظر كل مدير فني فاندر بروك، زين فاندر بروك مدير فني لفريق الوداد، او حتى طبعا مستر كولر لنادي الاهلي اللي احنا الحقيقه بنراهن عليه وعلى ثقتنا الكبيره جدا فيه اللي كسبناها الحقيقه من على ارض الواقع ومن تطور مستوى النادي الاهلي الموسم الحالي. الاهلي هو الكبير، الاهلي هو اكتر نادي على مستوى افريقيا، ليه هيبه وكل يعمل له حساب، وباذن الله يقدر لاعبتنا يترجموا ده بكره في مباراه النهائي. والاهم واللي انا براهن عليه شخصيا هو الروح، الروح الحقيقه دايما بتميز النادي الاهلي، ولو كانت حاضره بكره وفي اعلى مستوياتها هيكون الاهلي ان شاء الله قد التحدي وقادر يقدم مباراه كبيره ويحسم مباراه الذهاب بسكور كبير.